يوسف، اش اخبارك؟ الله يكبر بيك. شكون هو يوسف املو؟ متزوج، عندي ابناء ثنايا، سائق ديال الرموك، شامبيون. كان طموح ديالي باش نكون بطل المغرب، الحمد لله هبط. وكان هو انسان رياضي وكيحب الرياضه، كان هو من الاوائل اللي تهتم بيه. كي بقيتي بعدا نسولك على صحتك؟ كي بقيتي شويه سير كيفاش غادي المرض؟ انا هز اوزان ثقيله، كنخدم عضله ديال الظهر بحال هكا، ونحس بواحد الترطيقه هنا في الجنب فوق الفخذ ديالي، وكاين الالم بدا كينزل لي هنا لتحت. الالم المهم فقت الزركه المخاتيرجيه، ما قدرتش نكمل مع الاخوان، كملت بزز رجعت لكازا، وانا كنت بطل. وليت الاسكانير، وليت نفع البحر اخر. مشيت غير ركب ليا هاد الشومبر، ركب الشومبر عرفتي، تخيلي عرفتي غادي بيا بديك اللبسه ديال الكلينيك ديال لوبيراسيون كروس. عطوني اول حصه غادي ندير خمسه السوايع ديال الشيل، انا ما عارفش، انا كنصحاب راسي واش غادي نبركاتي ثلث ساعه ولا ربع ساعه، ماشي فحال ما عارفش شنو كاين. عندي واحد الاحساس، واحد الوقيته كنقول انايا ما بغيتش نستسلم، بديت عرفتي كنحزم راسي، امي ما قدرتش نريح مع ولادي، كتعزم لي امي راسي مسكين، كنريح غير كامل كامل، ما كاين ما تقي والو، تعذبت تكرفس بزاف. بس كيما كنت بطل رياضي ديال كم اجسام، بغيت نكون حتى انا بطل، نكون محارب للمرض. يوسف، اش اخبارك؟ الله يكبر بيك. الله يحفظك. الحمد لله، الله يبارك فيك. كلشي بخير. كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله. كي بقيتي بعدا نسولك على صحتك؟ كي بقيتي شويه؟ شويه الحمد لله. أحسن. الحمد لله، الحمد لله دابا احسن مع يلاه في دابا الحصص ديال لاشيميو، بديت دابا بعض الحصص ديال لا غاديوثيرابي. دابا البروفيسور عطاني واحد بحال واحد البوز بمرتاح فيه، ونقاد التغذيه ديالي مزيان باش تهز لي المناعه ان شاء الله، باش ندير واحد السكانير ونشوفوا العلاج فين غادي يستمر باذن الله. الله يشافيك، الله يجيب لك الشفاء. الله يكبر بك. بغيت نعرف يوسف، شكون هو يوسف املو؟ يوسف املو واحد الانسان اللي شعبي، يوسف املو زايد بحي الشعبي ضرب سلطان، متزوج، عندي ابناء ثنايا، سائق ديال الرموك، شامبيون. كان طموح ديالي باش نكون بطل المغرب، الحمد لله وحققت بطل المغرب، والحمد لله درت بزاف ديال الحوايج اللي كنت كنتمناهم في حياتي من ناحيه الرياضه. درت بطل المغرب، وليت مع المنتخب، الفريق المنتخب الوطني، وليت كنلعب بطولات دوليه والحمد لله حتى عالميه. اذا حققتي بعض الاحلام ديالك، كيفاش كانت بدايتك مع التمرينات او مع الرياضه بصفه عامه؟ اول مره بعدا غادي نتريني في هاد الرياضه ديال كامل الاجسام، انا كنحبها من ناحيه الافلام ديال الاكشنز، والاب ديالي هو كان رياضي، كان كيدير الكاتش، وكنت كنحب شي حاجه اللي سميتها لي ميسكل، كان كيعجبني هادشي انايا، المنظر كان كيعجبني بحال هكا، وما كانش عندي زعما شي طموح باش غادي نولي بطل الصغور ديالي. كنتريني في حي شعبي بحال هكا هنا في ضرب السلطان. اول مره غادي ندخل للصال في الحياه ديالي هو في العام ديال 2001، تبارك الله، راه واحد العمر. ولكن الاتجاه ديال البطولات، اول بطوله كانت زعما في كازا اللي شاركت فيها انا في 2005. اذا ملي دخلتي، نبداو حنا معاك بشويه بشويه، ملي دخلتي اول مره للصال، علاش دخلتي فقط للتمرينات عادي، لان بالنسبه للصحه الانسان تيقول غادي نمشي ندير تمرينات على الصحه ديالي، اولا ملي دخلتي وانت عندك الهدف انك تكون بطل؟ لا، انا اول مره دخلت للتمارين ولاصال عجبني باش نكون زعما غير الصحه ديالي تكون مزيان، لبس واحد الملابس تجي معايا، واسي اللي كاين زعما، ماشي في الاول فاش دخلت ماشي بانني غنكون بطل، كاش كان لو كور يكون زوين وسليم، ونكون بعيد على الملاهي، ونكون بعيد على المخدرات لحقاش انايا كنا في واحد، راك عارف الاحياء الشعبيه. شمن حي انت كبرتي؟ درب سلطان، انايا في درب كلوطي. درب كلوطي، اها. المسيره كيفاش غادي المرض؟
مع الطق بحال هنايا بحال شي طق ولا شي حاجه. المهم كملت هذه ما كاين والو الدم سخون ما كاين والو ما حسيتيش بقيت بحال هكا سمعتي ديك التقطيعه ولا طق بحال شي عصبه طرطقات شي لعيبه بحال قلت انا والو شي عضيه ولا شي حاجه ولا ساهله درت هكا ما كاين والو تحركت ما كاين حتى شي حاجه ماكسي الدم باقي سخون ما داز 3 ايام 4 ايام سيمانه هنا كنكون مزيان كلشي كاين بعدا شي وجعنا ولكن نسيت باننا الطرطقه قلت انا غتكون توعت في ظهري بشي حاجه ما قلتش على بالي بان غيكون نسيت داكشي انا كنقول غير شي لي كاع شي حاجه بحال هكا وكاين الالم بدا كينزل ليا هنا لتحت الالم مشيت لتجل الطبيب كندير لي راديو سكانر قال لك اودي راه عندك فتق واحد انفيكسيون شي حاجه كاينه تما انفيكسيون ولا الفتق بحال هكا زعما شي حاجه مضروبه شحال مضروبه شي حاجه انفيكسيون فهمتي شي حاجه بحال درت شي ولسه في الماء التهابات مشيت تقول لي غدير عمليه انا كنت في الرياضه رياضي في واحد الفورما وقت في قدام كلينيك عتلات وغنولي في عمليه زعما ما كاينش شي حاجه ما تقبلتيهاش درت التحاليل ديالي ديال الدم كلشي نقي كلشي ما فيه حتى شي حاجه السكانر كلشي هذه تحبسني على الاقل واحد شهرين على التمرين دخلت داروا لي العمليه خرجت مابقاش نتمرن قال لي طبعا شوف انا وخصوصا الاوزان قال لي شوف قال لي بعد الجرحه اختبرها مزيان المهم واحد الوقيته 2023 مشى الزنزال باش الزنزال المهم انا بي غادي بخير في شهر نقولوا حنا قبل في شهر 3 شهر 4 غادي مزيان امور غادي مزيان رمضان غادي مزيان كنتريني كندير كوتشينغ المهم في وقت الزنزال كنخاطر جيه ما قدرتش نكمل مع الاخوان كملت بزز رجعت لكازا كنبغي ديما كنحس رجلي بحال بغيت خصني نوقف في رجليا باش الدم يرجع وكنحسب فخري هنا من الداخل كيضرني بحال الدم ما كيدورش مزيان وشنو قلتي في دماغك شنو ممكن يكون لي فاريس ربما كنقول انايا كي اللي كيقول لي رجلي صار عندها علاقه مع القلب القلب ما كيضرنيش طلبت البروفيسور قلت له شوف الله يجزيك بخير عقلت عليا العام اللي فات انا هذه انا هذه هذه الله يجزيك بخير الا كان غير شي مشكل في العمليه قول لي مستعده باش ندخل نعاودها زعما كان شي خطا ولا شي حاجه زعما انايا مستعد ما كاين لا نقول شي واحد حتى شي حاجه انايا غير باش بغيت نتشافى باش رجليا تنفخات كما كنا انا قلت انا وهذا الشيء ما كاينش كيكون ما كنقول لك ماشي عرق دوزوا عليه الخيط ولا شي حاجه المهم جميع بيان سور بديت كنفكر وداك التفكير وداك ستريس كلشي تجمع لي مع السرقه مع هذه مع كلشي تجمع لي وانا ما نقدرش نقول للناس بقيتي مخبي داك الشيء عندك انا كنبارطاجي الناس اللي مرض والناس اللي كذا ولكن راسي ما نقدرش نبارطاجي بحال ما رضيتش بحال قلت لا انت يا بخي كاين وحده اخرى اللي كانوا كيتسناوك وكيقربوا يتشفاو فيك المهم بقيت شادك وخايب داكشي بقيت شاد داكشي بقلبي بقيت انا بوحدي وتا مثلا الناس اللي العائله ديالي ما بغيتش نبارطاجي معهم شي خليت داكشي بوحدي كنقول لا انا غنخلي الطبيب الدواء هادي ندنصر المهم قري شوف هكا غاتجي واحد البروفيسور الكلينيك مي قال سميت كلينيك عرفتو بانه كلينيك ديال السرطان زاد خدم فيا الستريس قلت انا غنمشي لعالم اخر ما يمكنش انا كنت انا في دق هنا انا توليت انا غنمشي للسبيطار ديال السرطان مشيت عنده ريحت وانا مخلوع ما كذبش عليك اول نوبه طريح مع بروفيسور مختص في امراض السرطان راه غتسنى اي حاجه يقول لك اي حاجه يقدر يقول لك بيان سور دوزت معاه قلت البروفيسور انا شرحت ليه من الاول من اصل زيد انا هادي انا هادي انا شامبيون هادي شنو كاين شنو كاين قال لي شوف دير لي التحاليل ديال الدم كاملين دارهم لي وانا كنت بطال غادي دير سكانير وليت نفعل البحر اخر وليت غنشرب واحد الماء مذاق ديالو بحال الشكل اللي البسباس مثلا واحد الريق وغتقول لي انا واحد الدم يجبدو وانا ندخل في واحد العالم راه والله حتى صعيب واخا نعاود لكم باش الماء عاودت لكم هادشي اللي كتقول بزاف بزاف صعيب بزاف وفي مبالغ خياليه داكشي ما نعاودوش عليه المهم انا صبرت قلت انا نقدر نكون شي حاجه اللي تكون مبكرا الحمد لله نزار كيفاش كنحس براسي صحيح بخير ما كاينش شي مشكل ورغم ذلك كنمشي من الكلينيك هذوك كنمشي نتريني بالناس كنبين بحال ما كاين والو والله العظيم كاين واحد الصبر ما شاء الله قال لي صافي زكا قلت انا ملي كنشوف هذا المرض هذا النوع ديال السرطان اللي جاك حتى هو اصلا كيجي من ستريس شي واحد غوت بالجهد شي واحد تفقص شي واحد
فهمتي قال لي شي واحد كيبقى يفكر بزاف شي واحد كانت مثلا انا وياك مغاوتين ونعس وانا مفقوس راه صعيب راه كاين اخطاء اللي الصراحه ديت التجربه انا في العالم الرياضي ديالي في التغذيه وفتا في العالم ديال شي ديال المرض خلت فيه تجربه والله العظيم بالله زعما بزاف ديال الناس ما خصهمش يتفقسوا ما خصهمش شي واحد ينعس مفقوس زعما واحد راه مثلا كيقولوا انا زي بكري كيقول لك مثلا حشومه تفقس الام ديالك تخليها نعسه وكان كان صعيب داك الشيء ولا حشومه تفقس الاخ ديالك السكته القلبيه ولا شيء صعيب صعيب مي دير هكا يا قال لي هادشي اللي كاين قال لي عندك ثلاث الحوايج يا ولدي قلت لي شوف عرفتي تخلعت عرفتي عيني غرغرو قلت لي شوف قلت لي شوف انايا بين يديك قلت لي كاين ثلاث الحوايج كاين غادي دير الشيمي كاين غادي دير عمليه كاين الراديو ثيرابي ما عرفت تفكرت هادشي راه غرغرت قلت ليه انا شوف انا ولدك اي حاجه اللي غادي تنفع الدات ديالي ورجع الصحه ديالي ديرها انا مستعد قال لي غادي دير ديك الشومبرات وكان عندي عزيز علي رحمي ما كنبغيش تقمش تقمشني قال لي غادي دير هي كتبان هنايا تقريبا شي شويه باش كدير لاشيميوثيرابي قال لي غادي دير لاشيمي وغادي واحد العمليه عرفتي وقلت واش ضروري ضروري قال لي شوف دابا تاكلتي لي اختار لي شي حاجه انا درتك بحال الابن ديالي ما نبغيكش تضيع انت مشيت صغير ركب لي هاد الشومبر ركب الشومبر عرفتي تخيلي عرفتي غادي بيا بديك اللبسه ديال لاكلينيك ديال لوبيراسيون كروس كان عاود شي من القلب شنو اللي خلاك وانت داخل الكلينيك شكون تفكرتي وليداتك تفكرت تفكرت الام ديالي ولادي مرتي الناس كيحبوني كيبغيوني تفكرت كلشي تخيل انايا مدخلين داك الهزار من الويوي واش تخرج ولا ما تخرجش واش خرج ما خرج كنقول عندها كذا بنايا شو بعطان وكيشوفني الناس كيجيو عجب كيقول لك حتى صحيح زعما كتب الانسان صحيح وكيتفك واحد حاجه كتعلمك هكا ولكن صابر صابر ما بغيتش نستسلم كان الدواء وانا غيحلو لي صدري وكان خليته داوني الام ديما معايا مسكينه معايا البطولات معايا هي الزوجه ديالي ديما معايا هي الزوجه ديالي ما كنبارطاجيهاش الام ديما معايا مسكين في الرباح في الخسران في كل شيء معايا ديما في والله العظيم تحيه الام ديالي والله تحيه الامهات بتاعك مشات وما قدرتش تشوف فيا انا غيدخلوني نزول البلوك ما قدرتش تشوف زعما كتجيني وانا ملي غنزل البلوك ديك الساعه انا بديت كنضحك بديك الخلعه بديت كنضحك بغيتي باش ربما تكالميهم هما ما بغيتش الام ديالي تبكي والله العظيم ما بغيتش تبكي مع مرات في القلب ما بغيتش تبكي وانا كنقول ديما كنبين لها الفرحه انا مألم وكنبين لها الفرحه غنزل البلوك مشيت خلقوا معي واحد لومبيونس بان انا باطار وكذا وهذه واحد بروفيسور تا والله زبخ هذه العمليه كيضحك معايا وجاب بعض البنات كيضحكوا معايا وهذه حنا كنشوفوا في انستغرام وهذه بقاو كيلهوا فيا ودروا لي واحد باش ما نشوف صدري درقوا لي هنايا وكانت واحد البنت الله يجزاها بخير حتى هي كتوريني في انستغرام وهذه وسوني فين كتلهي فيا وحتى البروفيسور قلت لي شوف اي حركه ديرها غير علمني باش ما نقش ما شافوني دابا صحيح وهذه خافوني فهمتي شدوني بالسماطي وهذه وقال لي شوف انا اي حاجه غنبغي نديرها غنقولها لها باش انت تكون مجد ليها اختي باش تكون مجد ونرتاح ونترخى نعرف اي حاجه كاينه اختي عرفتي تبدو شي براوات كبار كيخشوني في صدري هنايا كنحس بهم ديال البنج عرفتي والله مساكن كيلاهيوني وكانت العمليه فيها شي تقريبا شي 45 دقيقه ولا 40 دقيقه كوميم غتكون طويله كتحس بها طويله وانا بغيتها تدوز وانا بديت كنتلاها مع البنت وليت كنسولها فين ساكنه شنو كديري بغيت انا باش يدوز ذاك الوقت وكنحس بداك البنج كيخشي مع دابا على حسب الدم اللي فيا والكبر اللي في الجسم ديالي الكبير ما غيحتاجش بحال انسان عادي بنج واحد خشوا البر الاولى الثانيه كي المهم حتى حسيت باش شي بلاصه جمدات وبداو كنحس على الخدمه وكنسول وكنقول له قريب هذه امتى مسكين كيضحكوا معايا وكيقول لي شوف راه فاطمه اللي بسات دابا ماشي انا اللي حسيت بشي تعيته هكا المهم انا حسيت بهم كيلهوني وكاين انا بغيت هذاك يلهوني بحال هكا الحمد لله
كملوا ليا مع داروا كاين هنا كاين بحال شي شي وانا رقيق عار ولي كنت برونشا مع باش كيدخلوا في ديال القلب ولي كتدخل الدم الدواء ديال كاش قال لي ما باش نديروا لك هنا الشيميو من العروقه ديال يدك يقدروا هنا كيتحرقوا ويقول لك تتعيا هنايا عرق كبير هو اللي كيعطي بحال كنقولوا حنا هو الروبيني الكبير في الاخر كيقول شوف انت غتحس بحال بحال شي هذوك دوك المضارب اللي طلع ما كاينش دوك داك الكبروك كنحس بهذاك الهاء كنحس بحال اللي كيديرها كيحركوا ليا كيخيطوا من الداخل ومن برا هذا المهم خيطوا وكنسول فيه كنقول ليه كنقول واش هذه نقدر نتريني بها واش نقدر زعما كنسول باقي عندي الطموح باقي نبدع باقي باغي ندير باقي انا في العمليه وكنسولو قال لي مش خايف حياتك قال لي غير ما ديرش شي حاجه اللي مشوت بحال كديل التيناس ولا شي حاجه اللي مشوت كتنطر يما كحركه شويه هذه بقى ولكن ملي درت العمليه درتها بحال خايف عليها انا كنصحاب راسي درتها غير تحل الخياطه دماغي دوي بس قال لي شوف وقف عادي وقف خلي الفتحه زعما تبرا عادي عاديه باش ما تجيش مكمل انا ملي كملت داك الخلعه وداك ستريس عاوتاني ديال داك الشيء وبقيت وديك القاعه بارده باش ما يبقاش شي ايموراجي بارده خصكم بارده بزاف باش الدم ديالك يبقى عاتي وجاني البرد كيقول لي حنا راه حنا هكا حنا بالعاني كيكون الجو هكايا باش انت ما يكونش الدم سخون زعما اي حد يديروا يخرج الدم يسمي بقيت صافي فرحت قلت الحمد لله غنمشي بعدا نرتاح في الدار ولا هادي ما يبان حتى شي حاجه ما زمان جاهم ميساج من عند البروفيسور قال لي هو بانه راه صحيح قوة ديالو بخير هو كيسول كيتواصل معاهم زعما راه بخير الدري راه اليز هادي قال صافي تهبطوا يدير الشيم داك الساعه خلو التيوات ديال مدلين هنايا حاجه التيوات قال لي باش تنزل دير الدور راك بخير قال لك الناس كاع اللي كبار وكيشوفوهم بخير راه كيهبطوا من الساعه هبطوني اول حصه غادي ندير خمسه السوايع ديال الشيم انا ما عارف انا كنصحاب راسي واش غادي نبركاتي ثلث ساعه ولا ربع ساعه ما عارفش شنو كاين خمسات حطوني في واحد الكرسي متحرك هكايا قادوني جابوا لي القهوه جابوا لك داك التغذيه كتاخذ تما برونشاو لي داكشي كيدوزوك السيرم هو الاول على حساب الكلاوي ما يضربوش وهادي باش يدور في لوكور ديالك عاد باش كيدوك الشيميو وانا ما عارف والو بشعري بكل شيء بصحتي جالس هنا كيشوفوني العيالات يشوفوني الناس الاباء كيجيو يسولوني مالك واش انت والام ديالي واقفه حدايا كنقول لهم لا انا دخلت العالم اخر وكنقول يا ربي واش هذا الشيء غيبقى واش الصحه تبقى واش هذا الشيء يا ربي عندك يكون ولا كان خير يا ربي راه يكون خير فاش المهم انايا ما مع نفسي ما كنقول عندك الناس يعرفوني هكا هذاك يقولوا هذا كان البارح معنا في لاصال غدا ولا في سرطان كنخرج من الشيميو وعاتي الناس راه غيفهموني الناس كيشوفوا الفيديو هذا خرجت مصهوط كما كيقولوا مطحطح فاشل في حاجه كمرضه في شيء احساس كنحس به غريب في لوكور ديال اللي دخلته قلت شنو هذا الشيء واش انا غنبقى بحال هكا تخيلي هكاك وعندي كليان الناس كنخدم بهم والله العظيم هما يعرفوني مساكن المرأة تبقى يبقى فيهم الحال كنتي تقول لنا ما يمناش حنا نخلصوك وبقاو خا ما تريني جبين يعني ما بقاوش انا ومحكم ومشيت ارتاحيت وكيعيطوا لي الناس وكنجاوبهم وكيعيطوا لي الناس وكنجاوبهم كنعطيهم التغذيه في ميتو وانا عاتي الام ديك تقول لي ارتاح كنقول لها خصني نجاوبهم هادو الناس كيبغيوني وانا خدام معاهم وانا خصني نجاوبهم كنلبس حوايجي كنضرك مع هذه الفاطمه هنا كنضرك بقوبيه كنلبس وكنمشي والله العظيم اقسم بالله العظيم وكنخدم وكنوقف وانا داير الشيميو كيكون انسان فيه غير رواح ولا فيه غير حلاقه ما فيهش حاجه اللي خفيفه وما كيقدرش يخرج من الدار وكذا وانا كنت كندير كان فيه سرطان وباقي فيه سرطان وكندير خمسه السوايع وكدي لا شيميو وكنوقف شوف كاين الناس اللي كيديروا قل وكنت كندير يوميا راه الناس ملي كنت كنقول لهم كنسى يوميا كاش الطبيب كان داك الحجم اللي وصل لي انا دابا غير انا داك القوه اللي كانت فيا داك الحجم اللي كان فيا كان شي واحد ضعيف يقدر ياكله فهمتي انا كانت فيا هنا واحد كيس فيه شي 10 سنتيم من عبرتها كبير المهم خافوا ولا يطرطق ولا شي حاجه والله علم الله ما يقدرش يخلعوك بزاف غير قال لي راه وصل واحد 10 سنتيم راه خاصنا زعما كثير بزاف يوميا خلينا نسرح قال لا شوف خلينا نديروا الدواء ديالي درت انايا 24 حصه
درت من غير كاين واحد الحصص كنديرهم بوز ما بين اسبوع اسبوع ما بين 15 يوم ما بين اسابيع كندير واحد ربع ساعه صعيبه واحد الدواء كيدوز واحد الدواء قاصح عاجي واحد الاحساس صعب واحد الوقت كنقول انايا ما بغيتش نستسلم ما بقيتش كناكل نشرب جغمه الماء الرده صافي وواحد الدواء كناخذو ما كيدوش كاع في الحساب ما كيدوش زعما في لامو ولا شنو كيقول لا ميتيال ما كيدوش كانوا ثلاث الحبات كيديروا شي 900 درهم وانا بامكاني زعما ندير واحد سطوري والله العظيم وعندي حبابي وخوتنا اللي في الجاليه والله العظيم يصيفطوا لي بالله وما قدرتش وتغلبت وقالت لي واحد الفرماسيان خديته بديت عاد كنحزم راسي امي ما قدرتش رايح مع ولادي كتعزم لي امي راسي مسكين كان رايح على ركابي كامل ما كاين ما تقي والو تاع الدبس تكرفس بزاف كتفيق الساعه مسكين كتبريباري لي الفطور ديالي دوك الشهيوات زعما كتخليني زعما بحال الايام الاولى داك الشيء ما قدرتش ناكل كتحطوا لي مسكين الشوفان البيض ما كاينش ناكل معلقه واحده ديال الشوفان كنت كناكل عشرة البيضات في الصباح وليت البيضه واحده ما قدرتش دول العين كل شيء بقيت كندوز داك الشيء بشويه 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 كنمشي ندير الدواء عاد بقيت عييت ما بقيت خاطر ندير الشيميو كنبغيش نمشي لهم كنقول لهم صافي انا عييت كاش كنمشي ندير ما كانش يجي السراح تبعني غدا عيط الصخره ولا مشيتش بكري كنمشي للكلينيك كنبقى نشد ديك الريعه كتجيني الروعه خاصني نمشي انا اللوز كون باقي نصيق باقي خاوي باقي كنريح ماشي ساعه كنريح 4 سوايع ونص 4 بزاف خاطر 5 سوايع كنبقى نتفرج في الحلقه ديال الخراز كنبقى شي عاده اللي غادي تموتيفيني مسكينه شي عاده اللي غنضحك بها ممكن نطلع حداهم انا تما كنبغيش نبين راسي حداهم ضعيف كنبقى نضحك معاهم نضحك مع الام هذه نضحك مع هذه والحمد لله كملت مي كملت الشيمي وانا نقول الحمد لله اشياء ما عرفاش كي دايره مازال ما بديتيش باقي ما بديتي كندير دابا قلت لهم الحمد لله كملت الشيمي شو الاحساس كتدخل السيروم بوحدو ما فيه لا دواء لا والو كيعذبك الحمد لله سيرت الشيمي هذا غنشوف الطبيب باش يقول لي قال لي غادي دير سكانر غادي ترتاح شويه دير واحد السكانر المهم اختارته باش ما نطولش عليكم شي بزاف شي طويل والله العظيم درت البرنامج هذا باش خويا على الله يحفظك الله يكبر بك درت مي كملت لا شيميو سنجح الفترة قال لي شوف حاول تاكل قلت له شوف طب انا كنبزز على راسي انا راه كنت كناكل الكميات وكذا قال لي شوف قال لي ما كاينش حبس اللحم حبس هذه حبس هذه راه انا اللي ما تسمعش الناس اللي في الكلينيك هنا الداخل راه انا كنقول لك راه كاين اللي حابس عليه اللحم كاين اللي حابس عليه هذه انت كول انت خاصك المناعه ديالك تطلع انا ما كاينش ما ناكلش واش هي ما كايناش والله العظيم ممكن تقاتل كنخشي بزز مات مشي ناخذ عسل الحر نصي هذه ونصي هذه باقي ما بغيتش نبارطاجي هادشي الناس المتابعين ما عارفين والو عارفين والو تحملت هادشي بوحدك يعني على الاقل كنهضروا على المتابعين وكنتقاسم معاهم مي تقهرت تشاتت الشركه اللي فيها انايا كيجيب الناس العمال اللي معانا في الاول في الاول ما عارفين مره قال له دابا راه عنده باش يداوي دابا الناس اللي في العمال اللي خدام معاهم الله يحسن عوان انت ماما انا هما نعذرهم كيقولوا امنوا راه عنده الفلوس راه كيدير اشعارات على انستغرام راه كيدخل فلوس من اليوتيوب يوسف اش كندخلوا فيه والو وكلح فيه شي حاجه والو من بعد الفلوس ما كتدير فيه باش مونيتيزي باش ما تخلصش فيك دير انا غير انا بغيت الناس يدعوا معايا يشكروني اش اللي كاين وكان تسرق ليا وكان قصه اخرى المهم قالوا زعما راه عنده راه كذا هذه وانا تزيرت قلت لواحد السيده نعيمه الحرشاوي تحياتي لها من هذا المنبر قلت لها رانا تقهرت ونسمع واحد من العمال المعجوج قلت له راه عنده اليوتيوب وراه عنده حتى طوموبيل تبيعها يلا ما رضيتش ما بقيت بغيت والو منه وين نبيع السياره شي باش غنبارطاجي شي بعت السياره
وانا ندير في ستوري قلت لهم الله يسهل على اللي غيخطر فيديو الله يسهل عليه عزيز عليا والله يكمل لي بخير. مي خداها شافوا الناس بان حجبان سميتو عرفوني مريض قالوا هذا بها باش عنده شي حاجه عنده شي سحر ولا عنده شي توكال ولا ما كل واحد ما مضبوطش المرض ما مضبوطش المرض. كاين بعض الناس اللي كندريني بهم اللي قراب ليا قالوا يوسف كاين شي حاجه قول لينا ما بغيتش نقول. تلاقيت بالي هشام وخديجه هذوك كوبل هشام وخديجه تحياتي لهم والله العظيم. وانا مريض وبغيت نمشي جاوا الكازا بغيت نعرض عليهم تلاقيت بهم وبقاو فيا قلت انا مريض ومصبر راسي وكيبان لي مسكين هو يا عيان. قلت عيان الدري نحفزو شويه نعرض عليه نخرجو نساريه هو غريب على كازا ما عارف بحال راشي وبان لي قلت انا موتيفين نخرجو شويه وهادي. اتصلت بهم جاوا عندي خرجتهم فرحوا هادي قالوا لي انت يا معروف مشهور اكثر منا معروف هاد الرياضه ومعروف هادي علاش ما تبارطاج معنا؟ قلت لهم لا ما قدرتش انا عندي واحد العالم اخر. دابا انايا العالم فيه مكملات فيه هادي الناس ما غيعذروكش وهذاك الشيء غادي يأثر فيا نفسيا. المهم قلت لي انايا الناس اللي متابعيني شكل خور ناس رياضيين ناس متبعيني فاش ديال الفيتنس زعما انا مشيت بارطاجي شحال ما غيتجاهل المكملات غيقولوا وانا ما خصنيش داك الشيء انايا خصني شي حد اللي غتكون بوزيتيف الناس غيشجعوني زعما غيدعوا معايا غادي يشكروني غيدعموك شحال من حاجه. قال لي ودي شوف غير حاول وراه زعما فهمتي زوجي ديالو قالت لي زعما راه واش كاين انا نصحتها قلت لها شنو خصك ديري واش خصك ديري زعما راه خصك يتعاونوا معاك الناس وهادي قلت انا حمسهم قلت ولكن انا ما قدرتش ندير هادشي. المهم انا مي بعد طوموبيل داكشي مبالغ خياليه في كلينيك كاين غير 3 مليون في السيمانه جوج جوناس مبالغ خياليه وعباش هاد الدوايا اللي كنشرب كل 3 ايام عاود رجع للسات ايام بغيت ندفع طلب السيد مدير العام بانني انا بطال رب اسره الحمد لله السيره ديالي في العمل ديالي مزيانه تبارك الله 16 عام وانا معاكم في 6 ايام دخلت صغير الحمد لله. المهم عاودت لي القصه ديالي وصحنا عندي من الرساله ديالي قراها زعما رابيد ما تقدر الرساله كتمشي كتعطل سبحان الله العظيم كاين شي رساله بعد ما كتجي كيقدر يكون مسافر يقدر يكون سبحان الله العظيم انايا الرساله مي حطيتها ليه قراها عند الكاتبه ديالو قراها بسرعه كان خارج يتغدى في الجامعه باقي عقل من نهار الجامعه طبت كنكتب فيها ويا ربي يا ربي قراي بعدا يدير معايا شي حل قراها عيطوا لي ديك الساعه في العشيه انا عيطت الرئيس ديال الشركه الكبيره ما كيعيش لاي واحد ما يقدرش يعيط للتخدم ديالو عيطت ليه كنصحابو بحال شي صديق يأمنوا لاباس بخير واش ما تجيش تشوفنا ما بغيتش تجي تشوفنا هادي قلت له مرحبا اخويا انا خرجت من الكلينيك انا راكبه في طاكسي طاكسي حمراء باقي ما قلت له مرحبا نجي عندك اخويا قال لي معاك مسيو الحيميني هادي مسيو السقاط جي عندي المكتب قول لي شنو كاين شنو خاصك شنو هادي شنو هادي قلت له راه شنو كاين شنو كاين الحصص اللي عندي الحصص اللي عندي الحصص اللي عندي وهالناس كيتسالوني هالناس كيتسالوني دابا راه ماشي غير كلينيك او لا انت الناس كيتسالوك وما يقدرش يقولوك خصو يشوفك حتى تبرا حتى تقاد حتى هالكريديت هنا كريديت هنا كريديت هنا كريديت في المؤسسه المدرسه الاولاد هنا هذا مسلف عنده الكلينيك كل التخلطات كل شيء وبنادم حشمان منك وانا يخاتني قلت لي بعض المبالغ قال لي احنا غنفكوك من هادشي ما غنسلفوكش انا كطالب غير زعما غير شي سلاف بما نخدم بداو كيعطوني شيك بشيك عطوني شيك فيه 10000 درهم او شيك فيه 10000 درهم عطاني واحد المبلغ من جيبو حتى هو وقلت الحمد لله بريت شي شويه بريت نفسانيا قلت الحمد لله ما قدرش نقول ما قدرش نقول حيد عليا داك واحد التراجي الاول حيدو عليا بعدا قلت ماشي مشكل دابا شكرا لهم والله العظيم شكرا لشركه ساتيام والله العظيم والله العظيم ومدام سميه ولا المستخدمين حتى هما داروا واحد المجهود ولا ما نعيم الحرشاوي والله العظيم بغيت نشكرهم باش الفيديو يسمعوا الاسماء ديالهم والله العظيم شكرا لهم بزاف ولا اللي ما ذكرت الاسم ديالو سمحوا لي.
قلت الحمد لله. من الحس براسي نفسي ذي اللي بحالها بحالها في شي شويه وانا نقول زقا علاش امنوا انا غنبقى مخبي ثاني غنبقى مخبي. مشيت حطيت الكاميرا ديالي بقيت كندوي فشيت حطيت داك الفيديو وين انتشر انتشر بواحد السرعه. هزوا الصفحات كيلوحوا هزوا داك الفيديو الميساجات كيبداو يوصلوا عابش. جا عندي الاخ امين وزوجي ديالو وئام اصدقاء ديالي كنتري بهم والله العظيم مازال ليا بزاف. يشوف انت حطيتي فيديو حطيتي زعما سبونطاني دويتي حطيتي قلبك فيش عندهم الدار كي حنا نحطوا الكاميرا بحال هما داروا معايا السي جواب ولكن دويتو عفوا في لا مونتاج ها كيفاش غادي دير حطوك فيديو زوين يبان مزيان ودوي قول داكشي قلت لك النهار عاودوا بهاد القصه هذه بحال ساكن. تحياتي لهم الله ودعموني وبارطاجوا معايا شي بزاف منهم شروقات منهم بزاف ديال الاخوان اللي شافوه كتعاطفوا شدوا الصفحات بداو كيلوحوا الناس ضامنوا معايا يعيطوا لي الناس كيبكيو والناس قال لك علاش ما قلتيش لنا شي في الاول وحنا كان عندنا واحد الاحساس وانت بطل وتبقى ديما بطل في عينينا وداك الشيء مؤلم مؤلم. ولو عيطوا لي الامهات ديال الدراري اللي كيترينيو كيبكيو وحنا معاك حنا في جنبك حنا كنبغيوك حنا كنبغيوك. زاد الشهرة وزاد زعما البارطاج وزاد زعما كلشي الحمد لله وانا نتحفز قلت شوف هادشي كامل كي كيبغيني وكنت مدرقو هادشي كان هي نديرو بغيتي نديرو. والامهات كيعيطوا لي والله العظيم والتحية للام ديال اسامة بوخ عطات لي هي مسكينة ودعمتني نفسيا وقالت لي شوف انايا فان ديالك وانا متبعاك وانايا زعما حنا ديما في جنبك وعزيز علينا وغادي نجيو عندك وعيط عليا اسامه شروقات قال لنا في فرنسا ان شاء الله غادي نجي راه باقي موعد كي غادي نجي وانا غندير معاك ان شاء الله فيديو مثلا ندعموك واي حاجه خاصك. وعيطوا لي كثير ديال الناس من الجاليه الحمد لله عرفتي بانك محبوب عند الناس تما صافي عرفتها عرفتي بانك محبوب عرفت الحمد لله. خليني نعطيك اربع صور بغيتك تقول لي كل صوره او كل صوره في هذه الصور شنو كيعني لك الشخص اللي فيها فهمتك اي اول صوره اللي صورت هبات هبات ما انسان وقال لك بلي انا ماشي رياضي انسان زعما خاص بشي ديال اليوتيوب كامل لا ما كيبان ماشي اتليت هو انسان سبورتيف كيتريني غير جسمه فهمتي ماشي انسان زعما يوتيوبر كاين فرق. حنا ابطال انا ماشي نقص منه انا ما نقص منه حنا ابطال حنا ابطال نزل لي كومبيتيسيون نزل وكاين فرق ديال اليوتيوبر اللي كيبان ما كي اليوميات ديالو روتين اليومي انا هكدا انا علاش وواحد القضيه وكان هو انسان رياضي وكان كيحبض الرياضه كان ومي كان هو دار بعدا هذاك الوثائقي ديالو وكان الرساله ديالو وصلت لشي ناس اللي تبارك الله والله العظيم لا ذكر الاسم ديالهم شي ناس اللي واصلين بزاف واتصلوا بيا وكان هو انسان رياضي وكيحب الرياضه كان هو من الاوائل اللي اتصل بيا يقول لي شوف ما عمر اتصل بيا وكان واتصلوا بيا الناس الاخوان اللي معاه لا معتمد والدرنا نزيد بخير اسامه هو لا هو كان هو بعدا كان من انا كنت مابوني عنده زعما كنشوف زعما كيموتيفي المبتدئين زعما كيتريني وهادي فهمتي. المهم كان كيحب حتى هو كيعشق هاد الرياضه هادي هو يوتيوبر كاش انا ماشي انا ما كنديش يوتيوب انا كان اليوتيوب كان لوحو ما عنديش فيه مشكل يدخل ليا ولا ما يدخل ما معولش عليه هما طبقه اخرى ياك. وكون كان هو انسان اللي كاين واحد الناس كما قلت انا اللي في واحد مستوى حتى هو مستوى الحمد لله ماشي نقص منه تحيه للام ولا الاب ديالو ولا ما بينه وبينه حتى شي مشكل غير هو في الجانب الانسانيه اللي كاع الناس بارطاجوا الفيديو ديالي كان يكون واحد من الناس اللي غيشجعوك يعاونوك يقولك فهمتي ماشي يعاونك ماديا انا موتي فيك لا العوين يكون معنوي كنشوف ناس هما اللي اكثر منك في لي فيور ما شنو وكيوقفوا في البي وتنازلوا وكل شيء واش لي باج ما كنعرفهمش الناس الجزائريين والله العظيم جزائريين ودعموني قسما بالله وبزاف ديال الدول من مصر من كل شيء وكيتصلوا بيا وقلت انا في راسي ماشي زعما كنت معول عليه ولا زعما الناس كيسولوني كيقول لي هباط علاش
قلت لي مالكش ما كيعرفنيش واقيلا ولا ولكن ميمكنش ما يعرفنيش. اذا ثالث صوره اللي صورتك صابر. صابر صابر واقيلا ولك السيد ولك يكون معاه هباط واقيلا بزاف حد دري سمر ما كيقول لي فيت ناس شي حاجه بحال هكا كان مع الام ديالو انسان سوا رياضي انسان هذا غير كي يقدر يبارطاجي المعلومه غير 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 شفويا لا زعما هو كالجسم ديالو كالجسم ديالو ما نظنش زعما الشيء اللي كنشوف انا في الناس اللي كيعاودوا كيعرفوا انا عمري ما شفت شي كومبيتيسيون زعما طالع ولا زعما شي عقل بدنيه 100% زعما شي اللي زابط زعما حسيره ماشي لا زعما انسان رياضي سبورتيف الام ديالو العمره دار رايك في الصوره اللي تلاحظ للصوره في البحر زعما ما كيبانش الجسم ديال الفيتنس فهمتي ما كيبان زعما الجسم ديال الفيتنس ولا غيكون قدوه ديال الناس ديال الفيتنس الكتابه تكون قدوه ديال الفيتنس من رغم تكون كتلعب بطولات مثلا غير تكون انت عندك واحد اللياقه تكون واخا تكون دابا توليتي هكا غير قبل تكون بانك راك عندك واحد لي زابدو عندك واحد الفورمات زعما كدوز سي فورمات واخا تكون زعما مع الوقت وهذه زعما حياتي مهم عندك نصائح عندك خبره الا مشى الزين يبقاو حروف حنا كاع راه الشيمي وهذو كدا باقي لي زابدو عندنا وعندنا كلشي الله يكبر بيك اسامه بوخ نعمر هذا اسامه بوخ صديق ديالي صراحه شوف هذاك اسامه صراحه درويش ولد الناس كيحترمني كبطل مع بطل واتصلت بيا الام ديالو العائله ديالو الاخت ديالو الاب ديالو كلهم تواصلوا معايا هنا فين تعرف هنا راه هنا فين دابا هنا كاين فرق ما بين بطل زعما واحد يوتيوبر واحد انه يوتيوبر وبطل بطل خصو يكون في دماغ وبطل بجوج دابا كاين فرق بين واحد غير كيتريني ويوتيوبر كيدير شي في الفيديوهات ديالو خصو يكون حتى الاخلاق بطل فيها حتى هو دابا اسامه بوخ بطل اخلاق وبطل كيطلع في البوديوم طلع شارك معايا في واحد البطوله في مدينتهم فهمتي ودري درويش حتى هو بحال السيل ديالي شويه كيموت على مو على الام ديالو ومو تيعز عليه والله تحياتي ليها تحياتي لها من الفيديو والامهات كاملين تحياتي حتى هو الام ديالو قريبه ليه بزاف واتصل بيا صراحه دعمني نفسيا ولا ماديا صراحه دري درويش واخا انا في ديك الوقيته ماكش انا في ديك الوقيته فاش انا تزيرت فاش غنقول بغيت المعنوي بغيت صافي نتفش بغيت نقول للناس فهمتي والله العظيم ما كان لقيت واحد هنايا لقيت واحد مصيفطي 1000 ريال وشوف هذا الانسان تخيل دابا الانسان هذا اللي مصيفطك 50 درهم ودابا هذا شحال تجيبو مسكين مسكين قسمه معاك ولا عطاها لك يلا شوف 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 الناس كيدايرين هنا فاش كاين واحد الناس زعما اللي كيبارطاجيو عندهم الفيديوهات فيهم 30 مليون ولا نقولوا حنا 4 مليون هذه على الاقل يتصلوا بك مثلا وحنا ما واقفينش عليهم الحمد لله عندنا ناس غير اخرين هذا المعنى واش اللي كاين والحمد لله تحيه لاسامه بوخ جبتي لي دابا والام ديالو والاب ديالو والاخت ديالو وباقي ان شاء الله غادي ندير معاه لا فيديو ان شاء الله قال لي بغاو يجيو عندي ان شاء الله غادي يجيو عندي وانا غنمشي عندهم هادو من وباش عارفين الناس الكبار اللي تما اللي في مستوى منهم الخراز عبد القادر تحياتي ليه والله العظيم داك الانسان تحياتي ليه والله العظيم من هذا المنبر هذا يحبوه المغاربه وكان بغي انا وانايا هو اللي كان وكان مع كان بحال معايا في الكلينيك في المصحه انا كنت كندير الشيمي وكنتفرج فيه كيفاجئ عليا كنبقى نضحك كنت بحال معايا والله العظيم هو مسكين ما فراسوش هو كيفاجئ عليا ودوى عليا مسكين مؤخرا دوى عليا مؤخرا في الفيديو حتى تحياتي ليه والابن ديالو وتواصل معايا ودار عليا فيديو في واحد الحلقه في البدايه وبارطاجوا عليا الناس مسكين وفرحت واتصل بيا مسكين وقال لهم شوفوا عاونوه هذا بطل ما خصوش يضيع وديك الكلمه عجبتني وبكيت بقى في الحال قال لهم هذا بطل ما خصوش يضيع ما خصوش تنسى قال لهم خص تدعموه ماشي غير معنويا عاونوه حتى ماديا ومسكين بحال حس بشنو كاين واخا ما عرفنيش شكون انا غير عاودوا ليه الناس عظيم
لك يوسف عاملو السؤال اللي غادي نقول لك لي بروتيين او البروتين كيف ما كتقول لي الدوباج لي انجيكسيون وكل شيء هادشي واش في نظرك ماشي هو السبب اصابتك بالصرامه ان لو كور ديالنا راه ما تيعرفش هذاك الشيء لو كور ديالنا كيعرف تو سكي ناتوريل هذاك الشيء اللي مخدوم كيماوي او هذا لو كور ديالنا ما تيعرفوش فربما هو اللي كان سبب في اصابتك بمرض السرطان. المهم بالنسبه ندوز اول سؤال هو ديال المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه كيقدر ياخذهم اي انسان هما الاسم ديالهم يقول لك هو مكملات غذائيه ما عندهم حتى شي حاجه. ومؤخرا دابا ديال واحد 7 سنين ولا 6 سنين ولاو كيدخلوا بالترخيص للدوله ديالنا الا ما كانوش كانوا مضرين بالصحه كيدوزوا في في لابو انتير يدخلوا مكملات. شنو هما؟ لا لا حنا لوكور ديالنا كناخذوه بحساب داكشي حساب الوزن ديالك كيضرب بجوج هادي 0.5 داكشي بحساب ما كناخذش فوق الوزن ديالي. لا كناخذوه بداكشي اللي كاين اللي محطوط كناخذ الزنك مثلا الزنك كناخذوه بعباره بحال بحال انسان عادي كيش ما نقدرش مثلا ما خديتوش هكايه في التغذيه الصحيه مثلا زعما في هكايه ماكله كان مغنيزيوم خصنا ناخذه ناخذه في اللويزه هذه كناخذه هنايا فيتامين سي البروتين مصوب من الحليب شي حاجه زعما اللي مرخصه بها وما كاش مرخصه بها ما غاديش يحل داك المحل بعدا بتاتا والشركة اللي معاه كاع انا ديال لا 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 حنا ندوزو الهرمونات حنا ندوزو الهرمونات هرمونات ميكس كنبغي نشارك شي بطوله مثلا كندير التحاليل ديالي لي زاناليز كندير لواحد البيرون كيكون داكشي زعما جينيرال كيكون داكشي عن داكشي علمي ماشي طبيب وهادي كدير واحد الكميه وكاين تنظيف اللي كيكون في داكشي كيدير التنظيف تنظيف اش لوكور ديال لوكور مي كنساليو فهمتي وكتطلع شارك فهمتي مي كنسالي كدير التنظيف ديالك وكتحبس وكتبقى تاخذ لي فيتامين وكذا باش لوكور ديالك عاوتاني كيرجع نورمال. اذا داكشي كتاخذو فقط قبل البطوله داكشي راه ماشي دابا الناس عام واحد دابا الناس اللي غايشوفوا اول نوبه الفيديو داكشي ماشي عشوائي ماشي ديما ولكن كاينين بعض الناس اللي كياخذوا داكشي عشوائي كاينين ولكن ما غايجيهم السرطان ما غايضرش بالسرطان تقدر توقع عليه سكته قلبيه ياك يقدر يجي الكلاوي يدير الدياليز فهمتي يقدر الكبده تضرب ليه فهمتي عندهم الناس اللي خاصهم ياخذوا بواحد لي دوز هما كاع ما ياخذوش كاع بتاتا ما ياخذوش زعما كان الناس اللي كيفكروا الناس اللي كيفكر قالك انا بغيت ندير الهدف ديالي فهمتي يتجه لواحد الناس اللي عندهم خبره يوريك شويه هذه خبره الناس اطباء يمشي بالتحاليل يمشي شي حاجه اللي مزيانه وانا في البريود اللي جاني المرض انا واحد 3 سنين ما استعمل ما كنت موقف ولي زاناليز ديالي مزيانين وكلشي مزيان وتا مي مرض درت عاوتاني السكانير ماشي درت تحليله ب 200 درهم ولا هادي راه درنا السكانير ب 7000 درهم اللي تقلب في لوكور كامل بانه حتى حاجه اللي في الدم ولا شي حاجه غادي تمرض هادشي ما كاينش بانه هادشي جا من ستريس جا من فقصه هو شخصي طبيب قال لي فقصه كدير كلشي وانا غنقول لك انا مثلا انا نقول لك مثلا هو عطاني بزاف ديال الناس اللي فيهم النوع النفس ديالي انايا فهمتي كان واحد كاع شي بطل مع كيدير ناطاسيون ما شنو هو تا كان نفس هذا الشيء جا كان انسان عادي وراني مثلا دري صغير جا زعما عطاني زعما كاش انا قلت ليه انا شخصيا الا كانت شي حاجه كدير باكثر من هذا المبلغ نديرها ونعرف شنو كاين واش اللي كاين والله يشافي اي واحد وهاد المرض هذا دابا انا كندوز فيه بحال دخلت نص التيران حاولوا يدعموا الناس نفسيا وتماديا هاد الناس كيتمحلوا ديال المرض هذا صعيب بزاف هذا كتقول بحال هو الطب ديال الامر كاين الناس اللي كيسمعوا سرطان اي واحد كيسمع كيعرف بان صافي راه سرطان راه كاين الموت نهايه وكاين انا بغيت كما كنت بطل في الرياضه ديال كم اجسام بغيت نكون انا بطل نكون محارب ديال مرض السرطان بغيت انا نعطي واحد المثال للناس باش ما يبقاوش يخافوا منه ان شاء الله ودابا رانا كندير الاشعه دابا الطبيب عطاني واحد البوز باش ريكيبيري مع المناعه طاحات ولا هذه خصني نعاود نزيد شي في الوزن
مع دابا الناس كيشوفوني بحال هكا كيصحابوني دابا راه انسان كنبغي زعما فيا والو عادي، ولكن انا كنت فواحد الحجم كنت فواحد الحجم زعما كبير فهمتي. ما قلتش فيه كان الحجم ديالي كبير فهمتي، كانت الوزن ديالي 106 105 تيطرح حتى يقرب 110 كيلو، دابا فيا مع شي 85 كيلو راه طيحت واحد 20 كيلو بزاف. ودابا يا كنتمنى يا ربي الشفاء للجميع ويدعوا معنا الناس في هذا الفيديو ويقولوا فينا غير كلمه خير في هذا الفيديو هذا ويبارطاجيو مع الناس باش يستافدوا هذا الفيديو هذا ويخلنا غير تعليقات زوينه غير باش باش ندعموا يقولوا شي كلمه اللي غتجرحنا وهذه. الحمد لله انايا اي حاجه حطيتها عندي الحمد لله كنشوف غير التعاليق اللي بوزيتيف اللي كيحمسوني كنقول الحمد لله الحمد لله المغاربه والشعب ديالنا كامل كيبغيني. وهذا نداء انا غادي نقولوا للناس المتابعين ديالنا اننا يا ريت اننا لو كندعموا الناس اللي تفاها فندعموا هاد الناس اللي هما محتاجين لينا. فالدعم ربما في تيك توك بزاف الناس كنشوفهم كيصيفطوا اسبوع يصيفطوا الناس والو كيضحكوا لا داكشي والو يا ريت اننا ندعموا الناس اللي مرات لانهم محتاجين لنا بزاف. شكرا لك يوسف املو، شكرا انك لبيتي الدعوه وجيتي البرنامج. اش اخبارك على قناه امل؟ تعرف لي انا شرف لي كانت حلقه اكثر من رائعه. الله يكبر بيك الله يحفظك. وكنتمنى لك انا والمشاهدين ديالنا الشفاء العاجل اللهم امين. فرحنا وجلس هذاك الكرسي وكون شي شافي باذن الله ان شاء الله يا ربي. وشكرا لك اختي سعاد وشكرا للطاقم التقني ديالكم هنايا وتبارك الله عليكم وبرنامج في مستوى. الله يكبر بك وتحية للمدام ديالك والأم ديالك والأب ديالك ووليداتك اللي دعموك نفسانيا وماديا. شكرا لك.